رضوان، ما الجديد لديك في سقطرى، خاصة أن الأنباء الآتية من هناك تشير إلى تأثر السواحل في الجزيرة؟ نعم، في البداية أشكر لكم حسن الاستضافة ومتابعة لأحوال أرخبيل سقطرى، فدائما حاضرين معنا. قناة اليمن اليوم حاضرة بكل ما يجري في سقطرى من ظواهر ومن عشرات أعاصير سابقة. لهذا نود أن نفيدكم أخي العزيز أنه حاليا الأجواء غائمة والقبة السماوية ملبدة بالغيوم الركامية والركامية المدنية بشكل كلي. هذا من ظهيرة اليوم السبت، كانت لنا تأثيرات بهطول أمطار متفاوتة أمس الجمعة، لكن اليوم لاحظنا أنه التأثيرات بدأت بشكل أكبر عما كان عليه أمس، وهناك اضطراب في أمواج البحر من متر إلى مترين. أيضا هطول أمطار متفاوتة في الشدة في المدينة حديقو، وكما أوردتنا بعض المعلومات عن المناطق اللي هي في الجانب الشرقي من أرخبيل سقطرى فهناك أمطار خفيفة. الآن حاليا سقطرى دخلت اليوم في التأثيرات الجدار للعاصفة المدارية، فتوقعات تشير انه من خلال متابعه صور الاقمار الصناعيه وخرائط الطقس من المركز الوطني للارصاد والانذار المبكر انه التاثيرات الفعليه وذروه التاثير على ارخبيل سقطرى سيكون التوقع انه سياتي خلال يوم الاحد والاثنين القادم. حاليا هناك هطول امطار متفاوته في الشده، طبعا في عتمة او ضعف شديد في الرؤية. جميل رضوان، هذا ما يخص ربما الجو والطقس الحاصل، لكن ماذا عن التجهيزات في المحافظة؟ يعني التجهيزات في تفاعل وتجاوب جدي من السلطات بقيادة المحافظة رافت الثقلي، وعقد اجتماع اليوم للقيادات العسكرية والأمنية كافة للاستعداد والتحسب لأي طارئ نتيجة الحالة المدارية المتوقع مرورها أو مرور الجدار الإعصاري من أرخبيل سقطرى. طبعا أيضا إضافة إلى النشرات التوعوية التي يصدرها المركز الوطني للإرصاد، ونحن بدورنا نعممها على المواطنين وعلى كافة الجروبات بالتواصل الاجتماعي اللي هو في سقطرى لتوعية المواطنين من عدم التواجد في أماكن الأودية والسيول وكذلك المناطق الساحلية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين اللي هم في الجانب الساحلي للإيواء، بحكم أنه هناك بعض البيوت القديمة المتآكلة، وللحذر وللحيطة نحن عممنا وأصدرنا بعض التوجيهات أو النشرات التوعوية لهم بإيواهم إلى أماكن آمنة نتيجة تحسبا لأي طارئ قادم خلال الساعات القادمة قد تكون هناك تأثيرات، خاصة أن الحالة المدارية شدتها ستكون كما قلت أنت وأسلفت الأحد والاثنين. عموما نتمنى السلامة للجميع. رضوان سالم باهق، راصد جوي من مطار سقطرى، شكرا جزيلا لك.